السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله ومن خلال الفيديو ده هعرفك ازاي تربح من سناب شات ما لا يقل عن $1000 شهريا. ركز، ما لا يقل، يعني ممكن توصل ل10,000 على فكرة، عادي جدا في سناب شات. ركز معايا كده وصلي على حبيبك النبي. مبدئيا الصورة اللي قدامك دي لفت انتباه كده، يعني مش صورة حقيقية يعني، ولكن دي أرباح حد حقيقية صاحبها من سناب شات، وده يعتبر مبلغ مش كبير. سناب شات ممكن يديك 1000، ممكن يديك 2000، ممكن يديك 10,000. فركز معايا وصلى على النبي. لو دخلنا هنا على جوجل، عذرا، لو دخلنا على جوجل وكتبنا شروط الربح من سناب شات واخترنا الخيار الأول، هنشرح مع بعض بكل بساطة وهقول لك إزاي تطبقه دلوقتي. مبدئيا هنا في البداية خالص بيقول لك أهمية صناع المحتوى. عشان تبدأ إن أنت تنزل لك حجار الكريستال وتاخد فلوس، مطلوب منك كالآتي: تكون في بلد مؤهل، وأكيد أنت في البلد، يعني طالما عربي يبقى أكيد البلد دي أنت فيها يعني. يجب أن يكون ملفك التعريفي عام، طبعا ما يكونش ملف خاص، أو ما تقولش إن أنا ما عنديش ملف من الأساس، لازم يكون عندك ملف عام أو علني. يجب أن يكون عمر الحساب شهر، وأكيد مش هتعمل حساب جديد وتروح، لأ، حاول تتصرف في حساب قديم، أو لو عملت واحد جديد لازم يعدي عليه شهر. وطبعا تجيب 1000 متابع. هتقولي الألف متابع هجيبهم إزاي؟ لو أنت مش هتستنظر لما منصة الأضواء تجيب لك آلاف المتابعين، ممكن تضيف أصدقاء خلال 7 أيام، هيكون عندك 2000 مش 1000. هنا بيقول لك أهمية منصة الأضواء. طيب عشان خاطر تقبض فلوس من الفيديوهات لازم تنفذ الشروط اللي قدامنا دي، ويعتبر دي أسهل شروط على في جميع المنصات. بيقول لك إيه: لكي تعتبر لقطتك مؤهلة، يجب أن تستوفي اللقطات التي قدمتها بنجاح إلى منصة الأضواء خلف الأهلية إلى جميع المعايير التالية. فرقم واحد بيقول لك: يجب أن تكون قد جمعت ما لا يقل عن 10,000 مشاهدة فيديو فريدة إجمالية. 10,000 بس؟ طيب هجيب ال10,000 إزاي علي فيديو؟ لا، بيقول لك يجب أن يكون قد ضمنت ما لا يقل عن 10 لقطات فريدة، لكن في كلمة فريدة، تم تقديمها في 5 أيام مختلفة. يجب أن تكون مؤلفة من 5 لقطات على الأقل باستخدام تصميم السناب شات على سبيل المثال عدسات وكده. طيب إزاي يا عمورة؟ خش على السناب وهشرح لك بالظبط. عشان تصور خلال شهر تقبض تدعي لي على طول. طبعا انا كاتب زي ما انت شايف، مش بستعطف الناس، ولكن لازم تشد الناس. ممكن طبعا تختار من بره فلتر، وده طبيعي، وممكن ما تختارش فلتر. لو اخترت فلتر يبقى انت كده حققت الشروط المطلوبه اهي. هنا بيقول لك ايه: ان تكون لقطتك ان يجب ان تكون الخمس العشر فيديوهات اللي هتنزلهم في 5 ايام دولت على الأقل باستخدام أدوات تصميم سناب شات، يعني فلتر، موسيقى، كلام، استيكر، مش عارف إيه الكلام ده كله. أنا اخترت استيكر واخترت كتاب وهنشر أهو. لحظة واحدة، هنشره أهو أهو. لحظة هيحمل. وطبعا مش شرط ان انت تربح من اول يوم ولا اول شهر، خلال 30 يوم 30 يوم كاملين، يعني انت هتفضل تنشر في فيديوهات لمدة 30 يوم، مش 10 فيديوهات وبس، لا يا معلم، هتنشر اكتر من 20-30 فيديو. يعني النهاردة انا كعمر مثلا اهو صورت كام فيديو، منزل أداة 1 2 3 4 5، ده الخامس أهو. وطي الصوت بس أهو، ده الخامس ده أهو، ده الخامس، والباقي أهو اللي جاب 1000.
طيب بالنسبة للفيديوهات عاوز اللي انت أسألك شايفها سؤال قدامك بكل صراحة، دي بنسبة لو عرضوا عليك 10% انها وظيفة تكون زي مؤهلة الوظيفة دي للربح. ليه؟ لان هتوافق؟ هي معمول عاوز لها أسألك مونتاج سؤال على بكل صراحة، لو عرضوا عليك اللهم صل على النبي، معمول لها يوجد في مونتاج هذه على الصورة فيديوهات على شيء برامج ثمين خارجية، للغاية، فالتأهيل وطبعا بتاعها ضعيف الكل جدا مش جدا. هيعرف اما لو انت الفيديوهات اللي زي دي كده مثلا مصوره بره اهو من عدسة السناب نفسها، من السناب نفسه، وده انا لسه مصوره قدامكم اهو وانشره. ربنا يسر امور، وضرب جاب 10,000 20,000 وغيره كده، انا خلاص اتأهلت. الشهر الجاي هيبعتوا لي شعار زي ده كده، يا اما هيقولوا لك مقاطعك في منصة الاضواء مذهلة وانت خلاص بقيت مؤهل وهتربح، يا اما يبعتوا لك الرسالة دي، ولو بعتوها لك بنسبة 50% تربح وبنسبة 50% لا. انا صراحة ده تقريبا تالت شهر يبعتوها لي، لان انا لسه جديد على السناب شات، ولكن اللهم لك الحمد اعتبرني بقالي 10 سنين في السناب. انا عملت دراسات فيه وحفظت لك السناب ده من اوله لاخره، بالنسبة لي زي يعني حاجة بسيطة جدا. هيبعتوا لك الرسالة دي كده، اعرف ان انت بنسبة 50% هتربح وبنسبة 50% مش هتربح. طيب لو بعتوا لك مقاطعك في منصة اضواء مذهلة وسوف يكون لك ارباح خلال اسبوعين، اسبوعين يعني يوم 18 في الشهر هيبعتوا لك رسالة على الجيميل ويقول لك يلا عبي البيانات عشان تاخد الارباح. اما ديت ممكن وممكن لا، ولكن الفيديوهات اللي انا بنزلها اللي انتوا شايفينها دي، الفيديوهات دي يا جماعه انا عامل لها مونتاج بره، فصعب ان هي تنزل يجي لها ارباح. اما الفيديوهات اللي بالتصوير المباشر زي انا صورتها دي اللي هيجي لها ارباح. صور من السناب اي فيديوهات، ما تحطش موسيقى عشان ما يشيلش ذنب، حط قران وبهدف برضو ان انت تاخد اجر قبل المال. حط اهات اسلاميه عشان برضو خلي بالك طريق الحرام سهل، والموسيقى ممكن تحطها وتشيل ذنب، بتقول يا ريتني ما دخلت السناب ده اساسا. فخلي بالك قبل ما تبدأ في طريق لكسب المال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.